حقيقة مبادرة تاريخية يعني تسجل لمجلس الحكماء ولفضيلة الشيخ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس الحكماء أن يكون اجتماعنا هنا في أبو ظبي بحضور قيادة روحية دينية عالمية ممثلة في بابا الفاتيكان من أجل بحث قضية تشغل الإنسانية جمعاء منذ عقود إن لم أقل منذ مئات السنين، ألا وهي تجسيم الأخوة بين كل بني الإنسان مهما اختلفت أديانهم وأجناسهم وألوانهم ولغاتهم وفئاتهم. ذلك أن هذا الاجتماع على أساس الأخوة الإنسانية فيه وقوف في وجه دعوات التعصب والتمييز والتطرف والتهميش وكل ما يمكن أن يجعل الإنسان عدواً لأخيه الإنسان، في حين أن نداءات السماء في الكتب المنزلة وآخرها القرآن: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أحيي فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب رئيس مجلس الحكماء وشيخ الأزهر على هذه المبادرة الشجاعة في هذا المجال، وهي القيادة الروحية الدينية التي تقود الناس أجمعين بمختلف أديانهم وأجناسهم من أجل التآخي والتعاون والتعايش فيما هو مشترك بينهم، تاركين أمر العقيدة والإيمان لله تبارك وتعالى، فالهداية بيده سبحانه وتعالى وليس للأديان من دور إلا أن تدعو إلى الخير، تدعو إلى الفلاح، تدعو إلى الصلاح، وتجمع كلمة بني الإنسان على أساس من حب الخير وفعله للجميع.